هذا وقد شهدت محافظات الجمهورية مظاهرات تأييد لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية. رسالة لجميع العالم أننا جميعا شعب مصر خلف غزة قلبا وقالبا وخلف القيادة السياسية، ولن نحيد إلا ولن نحيد عن الحق، ولن نرضى بقتل أطفالنا وأبنائنا وشبابنا، وإن شاء الله غزة منصورة وقيادتنا السياسية منصورة بإذن الله تعالى. بنفوض فخامة السيد الرئيس للمحافظة على الأراضي المصرية والأراضي الفلسطينية، وبنقول لك يا ريس الاهل وشعب فلسطين اخواتنا. نازله اؤيد لقرارات الرئيس وارفض تهجير الفلسطينيين. فلسطين بالروح بالدم نبتيك يا فلسطين، بالروح بالدم نبتيك يا فلسطين، بالروح